السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نضيف بعض الحشائش هنا في المشهد، فهاجي هنا وأقول له أنا عايز جراس أند فلاورز، وأبدأ أختار الحاجة اللي أنا عايزها وأبدأ إن أنا أحطها في المشهد بتاعي. بس لاحظ إن هو عامل جزء صغير خالص، فعشان تقعد تعملها واحدة واحدة هتاخد منك وقت كتير. أمال هعمل إيه؟ عندي هنا الأداة ديت، أقدر أقول له أنا عايز أستخدم الأداة دي مع البنت، تمام؟ فبيقول لي حط الحاجة اللي انت عايز تبدأ تحطها وتبدأ ان انت تشتغل عليها، تمام، بالشكل دوت. وبعد كده تقدر تتحكم في شكل حجم الفرشة بتاعتك اهي، تقدر ان انت تصغرها خالص او تقدر ان انت تكبرها زي ما انت عايز. بحيث اهو بضغط الزر كده يبدأ ان هو يفرش لك المكان كله. طيب لو عملت حاجة غلط، عندنا هنا الأستيكة اهيت، تقدر إن أنت تمسحها بيها، وبرضه نفس الفكرة، فتقدر إن أنت تشطب زي ما أنت عايز. طيب خلينا نيجي هنا تاني، هتلاقي هنا باص. لو أنت عايز إن أنت تحط مثلا الإنسان وتخليه يمشي في المسار بتاعك اهوت، تديله مسار بحيث ان يبقى فيه انسان بيتحرك في المسار دوت. وعايز تخليه يلبس مثلا ملابس شارع او اوفيس او ترافل زي ما انت عايز. الويتس بتاع المكان قد ايه، الناس هم موجودين هم بدأوا يمشوا، تمام، تقدر تتحكم والدينستري بينهم قد ايه، وممكن تخليه بالعكس. وممكن تخليه هم واقفين، يعني تلغي الووك ديت. وممكن تخليهم مثلا كلهم افريكان، او يعني تبدا تشوف ايه انواع الناس اللي تبقى ماشيه في الشوارع هنا.